الذكر وما هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. هذا دين، فلا بد أن تسألوا عن كل صغير وكبير. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تجوز بضوابط. يا إخواننا محدش أبدا يستاهل أنك تخش النار عشانه. مع نخبة من العلماء المتخصصين. لا يوجد عذر يمنع من الصلاة. فعليك يا أخي الكريم أن تتوب وأن تؤوب. للإجابة على تساؤلاتكم اليومية. سمحت يا شيخ، أنا عندي كم سؤال. أمال الأفضل نعمل إيه يا عم الشيخ؟ هذا، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسير بلاد المسلمين. أهل الذكر مع نخبة من العلماء والدعاء. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. الذكر فيك يطيب والقرآن